عشان ما وقفنا مع الله يرحمه الشهيد خضر عدنان، كان الحين منتظر لو أننا واقفين معه، بس إحنا ما وقفنا معه. يعني بداية هناك تراجع في مستوى وحجم التضامن الشعبي مع الحركة الأسيرة، وهذا مرده بداية إلى عدة أسباب. السبب الأول هو فقدان الأمل السياسي، فقدان الأمل في أي حلول سياسية، وهذا نتيجة سياسة الاحتلال وتغطرسها وعدم يعني خلق أفاق للحل السياسي، وهذا نذير بأنه أن يكون في هناك يعني احتجاجات بطريقة أخرى غير الطريقة السلمية. أيضا الانقسام السياسي والاجتماعي والفصائلي هو يعني ضرب صميم العقيدة الوطنية الفلسطينية، عندما تكون الحركة الأسيرة التي تقود النضال الوطني والسياسي هي منقسمة، فبالتالي الانقسام انعكس على كل مناحي الحياة، وهذا أيضا عدم توحدنا على برنامج سياسي والنضالي أيضا هو يعكس نفسه على الشارع الفلسطيني. بالإضافة إلى الملاحقة، يعني نكون صريحين، هناك ملاحقة أمنية إسرائيلية لكل المتضامنين، هناك كثير من المتضامنين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري وخاصة الأسرى وممثلي الفصائل، وبالتالي أيضا هناك يعني تراجع نتيجة يعني ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية. أي فعلا في حالة فتور في قضية الأسرى، هي بتأخذ عدة نواحي، الجانب الأخر من الجهات الرسمية المتعلق بقضايا الأسرى، نسأل أن يكون في عندنا تنبيه بقضية الأسرى وهي قضية مركزية، موضوع المدارس والجامعات والمعاهد للجيل القادم. اليوم الجيل الجديد ما بيعرف هاي القضايا. ثاني إشي الوضع الاقتصادي أصلاً اللي موجود في الوطن والتهاء الناس، وفيما يتسوى تخوف الناس على ما يطلق عليه اسم التصريح، اليوم هاي صارت ظاهرة خطيرة، وهذا بتوجب على الجميع أنه يحذر من هاي الظاهرة اللي بحاول الاحتلال الإسرائيلي يزرعها بنفس الناس اللي يخوفهم من المشاركة بأي قضية وطنية تخدم الأسرى أو قضية أخرى من خلال موضوع الأرزاق اللي هو التصريح. في داخل السجون الاحتلال أول شيء ما يقول له، ثاني شيء ما قلكم لتتوحدوا وتكونوا بيد واحدة، شعب نايم، قيادة في غيبوبة، ما قلكم لله وتشدوا بعضكم وتكونوا موحدين في داخل سجون الاحتلال، هاي قوتكم من الداخل. احنا بالنسبة لنا يعني توفانا والسلام عليكم.